عمرة القضاء. بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، خرج في ذي الحجة معتمراً عمرة القضاء. لما سمع به أهل مكة خرجوا عنه تنفيذاً لصلح الحديبية، وكانوا يظنون بالمسلمين ضعفاً وعسرة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام اطبع بردائه فأخرج عضه اليمنى، ثم قال: رحم الله امرئ أراه من اليوم من نفسه قوة. وكان بين يديه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فأخذ ينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله.